سيد شكري، قبل هذا المؤتمر لقد قلت أنه لن يكون هناك أي آثار سلبية. إن هناك عدد من الدول التي حاولت أن تقدم تعهدات، كيف نضمن أن يكون هناك تقدما لهذه المرحلة القادمة؟ حقيقة أنا كما قلت من قبل أنه لا شيء سيعرقلنا، وإنها نيتنا، وأنا أرى ذلك في أن كل الشركاء بالفعل قد تجنبوا أي تشتيت وأي شيء يعرقل عملية التنمية، وكان الإنجاز هو محل اهتمامنا. هذا كان الأمر الأساسي، ونحن أيضا قد أكدنا أننا لن نقبل أن يكون هناك أي شيء يجرنا إلى الوراء، ولن يكون هناك معيقات. ولكننا أدركنا أنه كان هناك بعض المؤشرات لبعض النقاط التي سببت بعض الإحباط، ولكن إننا نعلم أن كل تلك النقاط قد تم وضعها في سياقها الصحيح من أجل إدراك كل الأمور المتعلقة، ولقد أدركنا الحاجة الماسة لوجود مسؤوليتنا ولتحمل مسؤوليتنا. ولذلك تم التعامل مع كل القضايا الشائكة في إطار جيد. لذلك أظن أننا قد أنجزنا الكثير، وخاصة من أجل الدول النامية، وأيضا قد استطعنا أن يكون هناك تمويل لتلك الدول من أجل تحمل الأضرار المتعلقة بتغير المناخ ولتقوية موقفها وتعزيزها من أجل القيام بمسؤولياتها تجاه تلك المشكلة. لذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تتحمل الرئاسة على عاتقها في ذلك العام حتى تسليم الرئاسة إلى الإمارات كل المسؤوليات المطلوبة منها، وأن تزيد من الطموح من أجل حل تلك المشكلات، وأيضا من أجل التخلص وتجنب أي شيء يعرقلنا، وبذلك نستطيع أن نتخلص من أي تهديد متوقع لهذا الهدف الذي هو نصب عيوننا ولن يؤثر أي شيء عليه. ولا نتجاهل أيضا أهمية المجتمع المدني ومسؤوليته في تحقيق تلك الأهداف. معا سنحقق أهدافنا، وهذا هو ما أكرره دوما. إن هذه هي لحظة خارقة لكي نتحمل مسؤولياتنا. إنها أيضا زيادة ملحوظة جدا. عندما كنا في الكوب الأول لم يكن الوضع كما هو عليه الآن. لقد حققنا تقدما ملحوظا، وكل المشاركين قد أدلوا بدلوهم بشكل جيد جدا، والكل لديه الإرادة، ولا أحد من هؤلاء المشاركين سيخذلنا. وأنا أحترم الجميع، أحترم كل المشاركين الذين تعهدوا بالوقوف أمام تلك التحديات.